قناه ام خوله، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نقترح عليكم التقليه بالدواره. كاين عندنا في المقادير الدواره، كاين الريال، مصارن، الكرشه، كاين عندنا مطيشه محكوكه، بصله مقطعه، المعدنوس والقزبر، كاين عندنا في العطريه معلقه حميره، معلقه خرقوم، معلقه كمون، زعفران ملون، راس معلقه نتاع الهريسه غبره، كاين عندنا نص معلقه نتاع سكينجبير، ضامه ديال البنه والملح على حسب الذوق، ونص معلقه ابزار، كاين عندنا الثومه وواحد الطرف نتاع المصير، زيت الزيتون مع الزيت العاديه والزيتون تزيين. غادي ندوزو للطريقه. بسم الله على بركه الله. في الطنجره غادي نديرو الدواره ديالنا، البصله، المعدنوس والقزبر، المصير، الثومه، العطريه، مطيشة محكوكة. غادي نديرو هاد التقلة، درناها فوق النار تقلى مزيان بلا زيت، الزيت حتى لخر عاد كنديره. بعد ما تقلات مزيان غادي نزيدو زيت الزيتون مع الزيت العاديه، غادي نزيدو الماء، وغادي نسدو عليها. بعد ما طابت التقليه غادي نزيدو الزيتون بعد ما سلقناه، والقزبر والمعدنوس، واحد نص معلقه نتاع الكمون، ومطيشه نتاع الحك، غادي نسدو عليها. هذه هي التقليه وجدات.